هذا الشهر شهر عجيب، ربنا سبحانه أراد أن يرحم عباده فشرع لهم رمضان. من لم يرحم في هذا الشهر، من لم تدركه رحمة الله في رمضان، لست أدري متى تدركه. أنتم سمعتم الحديث المشهور الذي يرويه ابن حبان عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم صعد المنبر فرقي عتبة فقال آمين، ثم رقي ثانية فقال آمين، ثم رقي العتبة الثالثة فقال آمين. طبعا الصحابة يتعجبون لأنهم يرون تأمينا ولا يسمعون داعيا، إنسان يقول آمين وليس يسمع شيء. فسألوه فقال صلى الله عليه وسلم: إن جبريل عليه السلام قال لي: من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله فقلت آمين، ومن أدرك والديه أو أحدهما فدخل النار فأبعده الله فقلت آمين، ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فأبعده الله فقلت آمين صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث غاية في العجب فيما يتعلق برمضان. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له جبريل؟ من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله. كأنك ليغفر لك لست محتاجا إلا إلى أن تدرك رمضان. إذا أدركت رمضان مفروض أن يترتب على إدراكك لرمضان مغفرة الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يقول؟ إن جبريل أخبره فقال له: ومن أدرك رمضان ففعل وفعل 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 فلم يغفر له. ما قال ومن أدرك رمضان فلم يغفر له. لكأن الحالة الطبيعية للإنسان المسلم أنه إذا جاء رمضان أن يغفر له، إذا جاء رمضان أن يغفر له. هذا الوضع الطبيعي فعلا القضية كما ذكرت لكم، الوضع الطبيعي لك أيها المسلم إذا جاء رمضان يغفر لك. لماذا؟ لكثرة أسباب المغفرة التي جعلها الله في رمضان. كلكم يحفظ قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كل مسلم يصوم، المسلم البالغ الذي وجب عليه الصيام يصوم، فهو صائم صائم صائم، لم يبق له إلا أن يكون صومه على وجه الإيمان والاحتساب، إيمانا بأن الله فرضه فهو يصوم لأجل ذلك، امتثال لأمر الله. وعرى لأي شيء تصوم، لست لأنك أدركت أبويك يصومان، ولست لأن الناس يثنون عليك إذا رأوك صائما، وليس لا لسبب من الأسباب إلا لأن الله أوجبه، لهذا صمت. إيمانا واحتسابا، احتسابا على الله الأجر، لست تطلب ثواب صيامك من أحد. ثواب الصيام ماشي هو الحسنات فقط، ثواب الصيام حتى الثناء من الناس عليك لأجل صيامك. ما شاء الله إنسان تيصوم وذاك الصيام دياله وما تيذكر بهذا وما تيقول شيء وما تيذكر ما تيدبز مع حد وما تيتسب مع حد وما تيغتاب حد، ما شاء الله عليه. هذه الكلمات أنت ما بغيتيهاش، لا تريد أن تسمعها لأنك تخاف أن يكون مما عجل لك من ثواب صيامك أن الناس تثني عليك. أنت تريد الثناء من ربك فقط، إيمان واحتسابا احتسابا لأجرك على الله وحده لا على زيد ولا على عمرو، إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا طبعا من صام رمضان على هذا الوجه، مش من صام بعض الأيام على هذا الوجه وصام بعض الأيام الأخرى على وجه آخر. لا، هذا المسمى برمضان يكون صيامه على هذا النحو. أخطأ أنت صيامك، أخطأ هذا الوجه، لم يجئ صومك على هذا الوجه، فلم يترتب عليه هذا الموعد العظيم أن يغفر لك ما تقدم من ذنبك. واش تفهموا ما معنى أن يغفر لك ما تقدم من ذنبك؟ من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني الموت جي، يعني الموت جي. فيا موت زر إن الحياة ذميمة ويا نفس جدي إن دهرك هازل، غير تجي، غفر لك ما تقدم من ذنبك. لم يجئ صيامك على هذا النحو المرضي. كاين سبب آخر لمغفرة، قاله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ركيعات معدودات في ليال معدودات على وجه الإيمان والاحتساب، الإيمان بأن هذه الشعيرة من الشعائر التي يحبها الله والتي فعلها رسوله صلى الله عليه وسلم وفعلها أصحابه وفعلها المسلمون وهلم جرا، وأنت أحدهم تقوم في صفوف المصلين تسمع كلام ربك إما سامعا وإما تاليا وتتقرب بذلك بين يدي ربك وتطلب الزلفى إليه إيمانا واحتسابا، تحتسب الأجر عليه وحده فقط، غفر له ما تقدم من ذنبه. أنت سيدي مشكل، لا أصبت في صيام ولا أصبت في قيام، لأنه كما قلت لكم من قام رمضان، ولذلك أنا أنصحكم أيها الناس لا ينبغي أن تفوتكم ليلة في قيام رمضان وأنتم تقدرون على ألا تفوتكم. اللي مراد واللي عنده شي عذر، هذاك راه عنده العذر، المرأة عندها العذر عندها العذر، والمعذور لا يقدح عذره في قيامه، ولكن اللي ما عنده عذر
لا ينبغي أن تفوته ليلة، لأنه إن فاتته ليلة أخشى أنه حينئذ لا يدخل في الحديث، لأن الحديث فيه من قام رمضان هذا الشهر 29 يوم 30 يوم، من قام رمضان إيمانه احتسابا، قمت 20 يوم لم تقم رمضان، طيب أخطأك القيام لم تقم على هذا النحو، فاتك هذا السبب من أسباب المغفرة. سبب آخر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ليلة القدر، طيب أنت أخطأت ليلة القدر، الله أعلم عاودش كنت كدير، الله يستر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصائم دعوة لا ترد، يعني شحال عندك من دعوة هنا؟ أقل شيء 29 دعوة عندك في هذا الشهر، كلها أن تجعلها غير الله تعالى يغفر لك ما تقدم من ذنبك. ما تطلب حاجة أخرى، شتي العام كله طويل تطلب فيه اللي بغيتي، بغيتي الخدمة وبغيتي المرأة وبغيتي الفلوس والطنوبيل والفيرما، بغينا هذاك شياك. كيف هذا الشهر خليه للبغية العظمى التي إذا أنالك الله إياها لم يفوتك شيء من الخير، وإذا لم تدركها لم تدرك شيئا من الخير. أي بشر أنت وأنا إذا ضاقت عنا رحمة الله التي وسعت كل شيء، قيل أنت رحمة الله والتي وسعت كل شيء وتضيق عني وعنك. للصائم دعوة لا ترد، أنت ملهوط بدي قرب مر العصر فوق ما تبقى تفكر لا في دعاء ولا في قرآن، تريد تفكر في فطور، يعني ما عندك ما مفكرش أنت الدعاء، ما زال سبب خر. ولله عتقاء في كل ليلة، عتقاء من ربي تعتق، أنت عتقتك. ثم لما شرع ربنا هذه الأسباب كلها من أسباب المغفرة لم يدعك وإياها بل أعانك عليها. تدرون كيف أعان ربنا سبحانه؟ بأن صفد من يمنعك منها ويزين لك تركها، صفدهم. في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. في رواية عند أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومرادة الجن، صفدت أي شدت بالأصفاد بالسلاسل والأغلال، تكتفاز يا ربي بقيت في العام كله، علاش ما تقومش الليل؟ لأنه ما مكتفاش، هي جالسة لك فوق راسك تبغي تنوض في الليل باش تصلي، كتلقى شي واحد بنا من ذلك الشياطين المرادة جالس لك هنا ما قادرش تنوض. علاش ما كتصومش الاثنين والخميس؟ لأنه هذاك متلوق معاش شوية ديال راسك تا هو ومتلوق. دابا سيدي ربي كتهم لك وصفدت أول ليلة، إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. وينادي مناد يا باغي الخير أقبل، يا مريد الخير هذا موسم الخير هذا، لأن تكون صخرة تكون هذيك السارية لا بد تتحرك لا بد تبغي تدير شي حاجة، حيثما يممت ترى هذا تيقرأ القرآن وهذا تيقرأ القرآن وهذا تيتصدق وهذا داير مع شي فقير كيقول لي كل ليلة كل نهار جيت تاخذ فطورك. الناس تنبعث بواعث الخير، هذا الموسم يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. كوف، هذا زمان التوبة، مالك انت في والشياطين تكتفات وانت وانت ولو. ويا باغي الخير أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. إذا كان هذا الشهر هذا بعض ما فيه، هذا الذي ذكرت لكم بعض ما فيه، أليس حينئذ من لم يغفر له مع توفر هذه الدواعي المغفرة أليس هذا بعيدا؟ هذا هو البعيد، هو هذا تقول له جبريل، تقول النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في رواية أخرى جبريل عليه السلام تقول له فأبعده الله فقل آمين فقلت آمين، يعني جبريل تدعي والنبي صلى الله عليه وسلم يأمن عليه، هذا بعيد غير يزيد سيدي ربي غير يبعده غير يجليه كاع بسلام عليه صافي الى حيث ألقت رحلها امك شعامي ما يرجع كاع. الشهر اللي كل شيء الناس يتغفر لهم فيه خصك غير يدركك، من ادرك رمضان خصك يدركو باش يتغفر لك، في الصيام يتغفر لك، في القيام يتغفر لك، ليله القدر يتغفر لك، في الدعوه يتغفر لك. ربي اسمه الغفور، الغفور صيغه مبالغه، كثير الغفر كثير المغفره، وانت تلقى السبيل تجد السبيل الى ان تخرج من مغفره الله. فابعده الله فقلت امين. ايها الناس، ربنا سبحانه قال سارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض وعدة للمتقين.
هذا زمان المسارعة وهذا ما ترخاوش 15 16 17 لازم تيولي ترخى ونصلي في الدار والتراويح ونصلي يترك عليه رب ما ترخاش. ربنا سبحانه يقول سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذا زوان زمان المسابقة، هذا أوان، هذا أوان العمل، هذا أوان السعي. لا يضيع الشيطان عليكم اجتهادكم في أول الشهر فتروا الله في آخره ما لا يسره. اجتهدوا في أن يرى ربكم منكم في شهركم ما يرضي ربكم عنكم، إلى أن يقال لكم إن صار في الشهر غدا العيد، حينئذ افرحوا بدعواتكم وصيامكم وتلاوتكم وقيامكم في المصلين، افرحوا بذلك وسألوا الله أن يقبل. لا أنسى وإن أنسى، لا أنسى. كنت ذات يوم قبل أكثر من 20 سنة جالسا على قارعة طريق في مدينة من مدن المغرب، مدينة قديمة. أنا جالس أنتظر شخصا فجاء عجوز يدب دبيبا، يعني المشي متقارب، وهو يمشي حتى وقف أمامي فالتفت إلي ولست أدري لماذا خصني أنا بهذا الكلام ولا بهذه الالتفاتة، مع أنه ندير القديمة أنتم تتعرفوا كيفاش تكون تدير، ولعله في ذلك الوقت كان شعبان. فالتفت إلي وقال لي في زمني، أنا قلت لكم هو شيخ عجوز، قال لي في زمني كانت الناس 6 أشهر قبل أن يدخل رمضان كانوا يسألون الله أن يبلغهم رمضان، فإذا مضى رمضان قضى رمضان صاروا يدعونه 6 أشهر أن يقبل منهم رمضان. أولئك قوم يعقلون. أسأل الله أن يكتب لنا الخير في رمضان هذا، وأن لا يخرج رمضان إلا وقد رضي عنا ورضي قيامنا وصيامنا وأعمالنا وأعتقنا من النار، والحمد لله رب العالمين.